السلام عليكم. يا هلا، استاذ عزوز، وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب كيف ان شاء الله. حالك؟ الله يخليك. رائد، وش اخبارك؟ بالضبط، الله يسلمك. تفضل، حياك الله، انبسطت باتصالك مره. الله يسعدك. سولف لي، ايش اخبارك؟ كيف حياتك؟ خير الله يعافيك. اول شيء انا جاي اتحمد لك بالسلامه بعد مرحله الاكتئاب الاخيره اللي مريت فيها. كانت ايام سوداء يعني، بس انا مؤمن دائما انه ما يجي بعد الظلام الا النور. بالضبط. يا أخي، أنت ما شاء الله عليك كلامك قمة في الترتيب واللطافة. الله يخليك. وبخصوص الله. هذا الشيء يا حبيبنا، ورا ما تجي عندنا الفندق يعني نسوي لك فعالية بسيطة. يعني إيش تبغون؟ تبغوني أتكلم؟ يعني أي شيء كذا تقوله لايف قدام الجمهور. ما شاء الله معجبينك كثير. المشكلة أنا الفترة هذه ما أحس إني أقدر أقدم شيء، يعني لأنه ذهني مشغول في كتابة كتابي الجديد. طيب هذه فرصة تسوي حفلة تدشين كتابك الجديد عندنا في الفندق، ونصير احنا نستفيد من الضيافة زي دورات ذي تعليم الذات، ما ادري وش فلوس. والله يعني اول شيء انا ما احب احد يقارني في هذه الدورات، ثاني شيء ما احب اتاجر في جمهوري وشخصيتي العامة. لا لا، انت فهمني غلط يا استاذ عزوز، يعني شوف، هو تبادل مصالح، احنا نستفيد من الضيافة وانت تقابل جمهورك ومعجبينك. ما شاء الله ثاني شيء معجبينك كثير، يعني حتى عندنا بنات في الفندق موظفات مرة معجبين فيك. صحيح والله؟ اي والله. ايش قالوا عني بالله؟ يعني مدحوك، يعني اتوقع انت متعود على المدح. اي انا متعود على المدح، يعني مو لازم تقول لي. بس انت متى تبغون التدشين هذا نسويه؟ نسويه اليوم. اليوم ولا تأجل عمل اليوم الى الغد. الغد. والله يعجبني تفاؤلك، وتدري بهالمناسبة خليك معي. تفضل. هذه نسخة من كتابي الجديد. هذه النسخة الأولى، اقراها واعطيني رأيك فيها بعدين. عقل متغطرس، واضح ان الكتاب من... يعطيك العافية استاذ عزوز. تفضل. قايل لك حطيها كلها 30. ماني فاتح جمعية خيرية انا. بس ترى كذا اوفر، خلينا ننزل السعر شوي. خليه 29 عادي، سلكوني تمشي عليها. يا جماعة ترى الرجال جاي في الطريق. ها، إذا جاي الحالة لا يقبل. ليش؟ ولا نص إعلان حط عند 600,000 اللي صجنا فيهم. دقيقة، ترى هالعدد مرة كبير على الفندق. صدق أنتي؟ لو عزال ميسي ما جو 600,000. لا أبو عبد الله أرجوك، ترى الرجال إيجابي ويحب الإيجابيين. صدقوني قاعد يجمع أصحابه وحيجيبهم على أنهم جمهور. عارف النوعيات هذه أنا. ترى أحسك مرة متحامل عليه. هو صح يقول كلام فاضي، بس يعني ترى مرتب. اي احد يقدر يقول كلام مرتب. الله يخلي جوجل، انا لو ابغى كان سويت مجلدات مو كتاب.